تا واحد ما كان عارف انه هادش اللي بدا سيدنا عيسى وبدا كحركه صغيره في فلسطين غيتحول لواحد من اكبر الديانات في العالم. لكن هذه الرحله ما غاديش تكون سهله، حيت الكنيسه اللي تاسست على تعاليم المسيح ما غاديش تكون معصومه من الخطر، حيت بعد موت المسيح لقاو الاتباع ديالو نفوسهم في موقف صعب، كانوا قلال في وسط عالم مليء بالاضطهاد والشكوك، لكن مع ذلك كانوا تيامنوا بان رسالته ما يمكنش تموت معه، وتحدوا السلطات الرومانيه واليهوديه وبداوا بنشر التعاليم ديالو بين الناس. وبدات الكنيسه الاولى كمجتمع صغير من المؤمنين اللي كانوا تيجتمعوا سرا في المنازل والكنائس الصغيره، وكانت تعاليم المسيح كتنتقل شفويا من تلميذ لاخر. وفي هذا الوقت بدات الاناجيل كتكتب لتوثيق الحياه ديالو والتعاليم ديالو، وهذه نقطه مهمه بزاف ان الكتابه ما بدات حتى مات المسيح. ومع مرور الوقت بدات المسيحيه كتنتشر خارج حدود القدس، وصلت لمدن كبيره كأنطاكيا وروما والاسكندريه. مع هذا الانتشار بدات كتظهر تحديات جديده، وابرزها كيفيه الحفاظ على وحده العقيده في ظل اختلاف الثقافات والمجتمعات. وكانت اسئله عميقه حول من هو المسيح، هل هو اله ام انسان؟ هذه الاسئله ادت الى نقاشات ساخنه بين القاده المسيحيين. وفي محاوله لحل الخلافات اللاهوتيه دعا الامبراطور قسنطين الاول الى عقد المجامع المسكونيه مثل مجمع نيقيا في عام 325 ميلادي. كان الهدف من هذه المجامع هو تحديد العقيده الرسميه للمسيحيه وتوحيد الايمان بين جميع المؤمنين. وفي مجمع نيقيا تم الاتفاق على العديد من القضايا الهامه مثل طبيعه المسيح وتحديد الاعياد المسيحيه. الوحده الدينيه ما دامتش طويل، حيث في عام 1054 ميلادي وقع انشقاق بين الكنيسه الكاثوليكيه في الغرب والكنيسه الارثوذكسيه في الشرق، وكان هذا الانقسام ناتج على خلافات لاهوتيه وسياسيه. المهم للناس اللي ما يعرفش شنو هي اللاهوتيه، هو علم البحث في وجود الله والذات ديالو والصفات ديالو، وادى لظهور مذهبين مسيحيين رئيسيين، الكنيسه الكاثوليكيه تحت قياده البابا في روما، والكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه تحت قياده البطارقه في القسنطينيه. كلمه البطارقه اللي ما عرفهاش هي كلمه يونانيه خارجه من مصطلح الباتريار، مثلا من لومو باتيرنا، واللي هي كنلقاها فيما يصطلح به مثلا لو باتريارك، يعني النظام الباترياركي اللي هو تيكون معتمد على السلطه الابويه، يعني الاب والسلطه. ومن الاسباب اللي ادوا لهذه التفرقه هي قضيه الفيليو، وهي اضافه الى قانون الايمان المسيحي اللي كينص على ان الروح القدس كينبات من الاب والابن معا، وهو ما اعترضت عليه الكنيسه الشرقيه اللي كتعتقد بان الروح القدس كينبات من الاب بوحده. والسبب الثاني، الكنيسه الغربيه بقياده البابا كانت كتاكد على سلطه البابا المطلقه على جميع المسيحيين، وهو ما رفضته الكنيسه الشرقيه اللي كانت كتفضل النظام اكثر تساويا بين البطارقه. وتراكمت الاختلافات الثقافيه بين الشرق الناطق باليونانيه والغرب الناطق باللاتينيه، اللي ادى لواحد التباعد متزايد، وايضا ساهمت التوترات السياسيه مثل سقوط الامبراطوريه الرومانيه الغربيه وصعود الامبراطوريه البيزنطيه في تعميق الهويه بين الطرفين. وهذا الشيء تيبين انه السياسه دائما ما كانت صلب الدين واللي كانت كتحكم فيه بجميع الاحيان. ومع اكتساب الكنيسه قوه عظيمه بدات كتظهر بعد الفضائح والفساد، والباباوات والاسقفه اللي كانوا من المفروض يكونوا رموز للايمان تحولوا الى سياسيين، وبداو كيسعوا خلف السلطه والثروه، وبداو تجمعوا الضرائب من المؤمنين باش يبينوا كاتدرائيات اكثر روعه ويبينوا قوه الكنيسه للعالم. ما تيهمهمش اش المسيح كان باغي بقدر ما كان تيهمهم انهم يحسوا بالعظمه. وهنا غتبدا كارثه اخرى اللي هي محاكم التفتيش في العصور الوسطى، بحيث كانت الكنيسه كتعاقب بشده كل ما كان تيخالف التعاليم ديالها، ومحاكم التفتيش صبحت رمز للعنف الديني، حيت كان واحد الاتجاه ديال الاف من الناس بتهمه الزندقه، واللي ولا تيبحث على الحقيقه ويحاول يفهم تعاليم المسيح والدين تيولي مجرد زنديق بالنسبه لهم. ولات الحقيقه هي كل ما كتقول الكنيسه فقط، واي شخص بدا تدخل شكوك تيدي للهلاك ديال الشخص. وفي العصور الوسطى كانت اوروبا غارقه في الظلام والصراع الداخلي، ولكن في عام 1095 تغير كل شيء. البابا اوبان الثاني طلق دعوه لتحرير الاراضي المقدسه من ايدي المسلمين، وهكذا بدات الحروب الصليبيه، واحد السلسله من الحملات العسكريه اللي غتستمر لاكثر من 200 عام وتغير مجرى التاريخ للابد. الى السلاح الى السلاح، يا فرسان المسيح ان اخوانكم في الشرق بحاجه اليكم، اراضي الرب تحت سيطره غير المؤمنين، والقدس المدينه المقدسه ملوثه باقدامهم. ناري هذه كانت كلمات البابا، وشوفوا كيفاش تيشوفوا المسلمين وكيفاش المسلمين كانوا تيشوفوا حتى هما ديك الساعات، وكلشي كيفاش كان تيشوف شي، وكلشي تيبان لي على انه هو اللي مؤمن وهو اللي مبشر بالجنه.
في عام 1099 وبعد سنوات من المسير الطويل وصل الصليبيون اخيرا للقدس. ما كانش واحد الرحمه في القلوب ديالهم حيت في 15 يوليو اقتحموا المدينه وارتكبوا واحد من اكثر المجازر دمويه في التاريخ حيت قتلوا الالاف من المسلمين واليهود. لكن الحروب الصليبيه ما غتكونش مجرد نصر بل كانت مليئه بالخيانه والهزائم. وفي الحمله الصليبيه الثانيه سقطت اماره الرع واصبحت فتوحات الصليبيه في مهب الريح، ولكن في كل مره كانوا الصليبيين تيكونوا رجعوا اقوى واقوى واكثر اصرارا. وفي عام 1187 كان القائد المسلم صلاح الدين الايوبي على موعد مع التاريخ في معركه حطين، حطم الجيش الصليبي واعاد القدس للمسلمين. ولكن في الحروب الصليبيه ما كانتش دائما كتدور حول تحرير القدس، حيث في الحمله الصليبيه الرابعه نحرفت الجيوش على المسار ديالها، وبدلا من مهاجمه المسلمين تجهوا الى القسنطينيه عاصمه الامبراطوريه البيزنطيه المسيحيه، ونهبوا المدينه بوحشيه مما ادى الى تقسيم العالم المسيحي بشكل ما كانش كيمكن الاصلاح ديالو انذاك. وفي القرن الثالث عشر بدات الحروب الصليبيه كتفقد القوه ديالها بحملات فاشله وخسائر فادحه وتراجع التأييد الشعبي في اوروبا. وانتهت الحروب الصليبيه مخليه وراها ارث من الدماء والصراع، مئات الالاف من الارواح المفقوده. ولكن على الرغم من كل هذا بقات القدس رمز للصراع الديني ومعمرو صراحه ينتهي. وفي القرن 16 اشتعلت شراره الاصلاح البروتستانتي ملي تحدى مارتن لوثر الراهب الالماني سلطه الكنيسه الكاثوليكية. كانت الأطروحة ديالو 95 بداية لتحرك واسع ضد ما كان كيعتبروه فساد في الكنيسة، مثل بيع سكوك الغفران. هاد بيع سكوك الغفران الإخوان هو شي واحد تيدير شي دم تمشي تيخلص فلوس تيحيدو ليه داك الدم. ودا هادشي هذا للتمرد والانقسام جديد داخل المسيحيه وظهور مذهب البروتستانتيه اللي انتشر بشكل كبير في شمال اوروبا. وخلال القرن 16 والقرن 17 شبكات حروب دينيه في اوروبا بين البروتستانت والكاثوليك. كانت هذه الحروب من اكثر الفترات الدمويه في التاريخ الاوروبي حيث قتل الملايين وتدمرات مدن. وكانت حرب 30 عام من 1618 ل 1648 وحده من اكثر الحروب تاثيرا حيث اعادت رسم الخريطه الدينيه والسياسيه لاوروبا. واليوم تتعكس الكنائس المختلفه حول العالم ارث هذه الصراعات والانقسامات. على الرغم من المحاولات العديده لتوحيد المسيحيين باقي الاختلافات بين المذاهب واضحه، مع ذلك تظل المسيحيه وحده من بين اكبر الديانات في العالم. والمسيحيه اليوم بعد 2000 عام من موت المسيح ماشي مجرد دين بل هي شبكه معقده من المذاهب والكنائس اللي نشأت وتطورت عبر قرون من الصراع والتفاهم. وفي الجزء المقبل غنهضروا على الوضع ديال المسيحيه في العالم وغنحاولوا نفهموا علاش التدين نقص ونربطوا هذا الشيء هذا بالديانات. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنساوش تدعمونا بالجيم وبالبارطاج مع الناس اللي هما كتبغوا تشري معهم شي اشياء بحال هكا اللي هي ثقافيه. المهم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، نشوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم. تشاو.